السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بلاش اليوم راح نتكلموا على فنان قدير، وهو معطوب للناس. هذا الفنان المشهور معروف عند العام هو جزائري ككل الجزائريين. سي ان روبال اللي تلقاه ما يحبش الحقرة، مي الموت نتاعو فيها شكوك كبيرة كبيرة بزاف، وراح نتعرضوا خطوة بخطوة للموت نتاع معطوب للناس. كيفاش بدأوا يحضروا للعملية تاع باش يكرهوا معطوب للناس باللي حاب يدير دولة من الآخر؟ بداوه بهادوك تاع باللي كونكوا ماشي مسلم، باللي كونكوا السيد يشرب شراب من داك يوريه يشرب في الشراب، تلقاه بالكاس تاع الويسكي ولا لا بيير. مي هو في الحقيقة سي ان ميزيلمون، سي ان روب اللي تلقاه ينفعل بكلامه، وهاي اللي هنا في عيد الكبير يذبح في الكبش نتاعو. دونك بداو يديابوليز لا بيرسون باش يولي مكروه من عند فئة من الشعب باش يفرقوه. العلاقة تاعي باش نعرف بلي كونكو كيفاش سي معطوب اغتيلا وقتلوه هكذا، و دابري لي زاناليز نتاعي هذا السيد اللي راكم تشوفوا فيه هذا هو روبن هود نتاع لاكابيلي، واسمه احمد عماري. احمد عماري هذا سي روبن هود، على اسمه سي روبن هود نتاع الجزائر. كان في وقت فرنسا كانت القبائل الكبرى تعاني من ولاية المستعمر الفرنسي. واش كان يدير هذا سي أحمد ولا محمد عمر عمري؟ كان يروح يدي لي بينوار ولا لي كولون، كان يدي لهم يسرق لهم الكباش وكاعتيك ويوزعها للفقراء باش هادوك الفقراء ما يروحوش يوليو حركة. واللي هو واش من العلاقة ما بين هذا محمد عماري وسي معطوب؟ هذا غنى عليه معطوب للناس كأنه يمد معنى كبيرة للناس باللي كونكوا يفون كونو كما هذا روبن هود، كما هذا اللي قتلاته فرنسا، واللي هنا راك تشوف المعمر الفرنسي ولا العسكري ولا لو ميليتير مصور معاه، ونورمالمون في القانون الدولي ممنوع عليه باش يتصور مع واحد اللي قتله. شوفوا الصورة اللي لهنا، الصورة هذه تاع معطوب للناس نهار قتلوه. بصح شوفوا واش راهم داير افيك ان درابو ناسيونال. شوفوا لهنا هاوليك برا افيك ان درابو ناسيونال، هاوليك ان سي معطوب داخل العائلة تاعو. كي شغل قبل ما يموت خلى وصية بلي كي يخرج بافيك ان درابو ناسيونال، وهذه فيها معنى كبيرة 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 بزاف. علاه؟ باسكو الداخل راه يوري بصبعو شكون اللي قتلو، هما احبابو وصحابو اللي كانوا يمشيو معاه واللي كانوا يديابوليزيو فيه، يقولوا بلي ماشي ميزيلمون ويصوروا فيه واحد الصور، وكان هو ستان روبال. دونك يهضر واش كاين في قلبه، يقول لك نو موبليج با دو مي دير كي لي ميزيلمون، مي انا ميزيلمون خليني لداخل نكون ميزيلمون. دونك مي وراه المشكل الكبير اللي خلى نشكك في الموت نتاع معطوب للناس. هذه تصويره نهار كان لام سي بي، هو كان ضد هذيك الاعلام اللي داروا بنت، وقال لهم هاوليك الدرابو الجيريان تاع الصح. دونك في هذه الحاله ما تفهمش مع هذا، مع اللي راهو في فرنسا وراهو مع الصهاينه، دونك كي ما تفهمش معاه ولا كشغل يجينيه. السؤال المطروح، معطوب للناس نهار خطفوه ما قتلوش وطلقوه حر،
مي دوزيام هذاك حكموه في الطيارة وما قتلوهش، فهمت ولا لا؟ لا صافي دير كاين يد اللي كانت في تيزي وزو اللي ساهمت في القتل تاعو، باللي جا لورد من فرنسا، باش السيد هذا ما يقعدش في السيطادير، يولي خطر على المجموعة هذيك، الكيان هذاك اللي هو موجود في فرنسا من صهاينة وما يشبه. هاليك السبة علاه معطوب كان يمد ميساج باللي راح نتقتل، وكاين حاجة يفوت فهموها، لي ميساج اللي عطيهم على هذاك محمد عماري، على بالكم شكون اللي قتلوه اللي بيعوا به صافي دير حبابه اللي كان يوكل فيهم يروح يسرق ويغامر بروحه ويجيب لهم الماكلة باش ياكلوا باش يكون عندهم الشرف، وقتلوه شكونه؟ حبابه وصحابه، الناس تاع الفيلاج تاعو، الناس تاع الاخر، دونك كاين ناس خونة اللي ساهموا في قتل معطوب لون الناس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تزعفوش، هذا إلا كما نقولوا احنا ديزاناليز سامبل كلارينات اللي معطوب المغني روبال تاع لا ريجيون دي لا كابيلي، هو جزائري وكان في الدم نتاعو جزائري سون بيتي، واش نحرفوا الكلام نتاعو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.